السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض السولوبري اوفيس، وهو برنامج ممتاز جدا لمراجعة الموديل. نشوف مع بعض ايه المزايا اصلا اللي موجودة فيه ومش موجودة في برامج اخرى، عشان كده هو متميز. ان شاء الله تبقى في سلسلة من المحاضرات على بيم اريبيا، فما تنساش ان تعمل الاشتراك. دلوقتي مثلا هنتكلم على الدايمنشن. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا اعمل دايمنشن، وتبدا تختار بقى من هنا ايه هنا، فيبدا يكتب لك الدايمنشن. ممكن تقول له انا عايز دايمنشن مثلا من هنا، من هنا مثلا، وهكذا. فتقدر تكتب كل المقاسات اللي انت عايزها في قلب البرنامج بالشكل دوت. ولو انا عملت اول نقطة في اللي هو الاندر رول التوب روف او الابر روف، ودوست هنا في قلب الروف العادي، فهيبدأ يعمل لي المسافة على شكل رأسي بشكل ده.